يا رسول الله يا حبيب الله 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 رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خصائص انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة مهداة. أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق عامة، مؤمنهم وكافرهم، أي ليهديهم، وإنسهم وجنهم، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة. فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله جمله بحسن كامل، ماذا أقول بحسنه وبهائه، فالشمس أحلى أن تنير بحيه.